استنى نعدله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله، تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر وخارج مصر. دلوقتي موجودين في سوق شبين الكوم بتاريخ 4/5/2023، نعرفكم على أسعار العجول اللحم من داخل سوق شبين. ازيك يا معلم؟ ازيك يا عم باسل؟ اخبارهم عليك ايه؟ صباح الفل. السعر الان ماشي كام النهارده في الجاموس؟ لا انا معانا عجل بقر. معاك بقر؟ ماشي كام في البقر النهارده؟ والله 135. 135 معاك العجل ده؟ ايه؟ معاك ده؟ اه العجل. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. الراجل ده راجل محترم بيناشد المشاهدين. اه ربنا يرحمه. الناس تبلغ الاسعار بجد، هو الراجل عايز الحقيقة. الجزارين اللي من دول هتشحت اقسم بالله. ربنا يعافينا. ربنا يعافينا. سعر الام اس كام النهارده؟ 135. وكان في بهام اصلا في بنها 20 و115. لا في هنا 135 الصبح واحنا بعنا ب 135. على حسب نظافه العجل طبعا. لا هو في لحم بعد اللي ورا دي يا عم العظيم. يعني ده عامل كام؟ قلت لي بكام؟ اللهم صل على النبي. دي يخش له في 400 وحاجه ده. دي 500 و... بس ما تضربش على اضربش ما اضربش ما اضربش ما اضربش ما اضربش. سنه ايه؟ لبنه؟ لا كسر 6. كسر 6؟ كسر 6 كبير. اه قلت بكام ده؟ ب 61000. 61000 يعني في اسعار يعمل اليومين دول؟ في اسعار يا ولد. اللي كان السنه اللي فاتت بيضحى ب 30000 السنه ده يضحى ب 60000. اللي كان السنه اللي فاتت بيتباع عجل يا عم عايزين السنه دي يخش فلوس. ما طبيعي. رقم تليفونك للتواصل مع المشاهدين 010 10 5 4 4 3 كم؟ 2 5. ايه الميزان عامل النهارده؟ ايه إدارة؟ ايه إدارة؟ انت ما انتش مبسوط معايا انا إدارة كده. بكام الاثنين دول؟ جرب كده بس. لا عادي بضاعة ايه؟ بضاعة ايه؟ فريد معانا اهو. فريد فريد بكام العجلين انتوا بتعملوها فلوس قد ايه؟ يعني اعملوا فلوس قد ايه؟ اعتبرهم من 100000 ب 95 ل 100000. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اللي ما رضيناش حاله بيع وشراء على العجل ده. اها من حضراتكم العجل ده؟ يا حاج يا حاج يا حاج يا جماعه عندك 40 و200 حي على البلد كده وما احنا راضيين. ما قصه بتاعت لازم تقول لك فصل له ب 40200 ومش راضيين على العجل ده. الكلام شغال من حضراتكم. صاحب بيقول لك عاوزين 50000. العجل يا جماعه محاور البضاعة تحت ده. تعال معايا العجل يا جماعه. السلام عليكم. كل اللي شفنا الارهابي اللهم صل على النبي. يا معلم بكم ده واحد؟ صل على النبي كده. 60000. 60000 ياما برضه ما بيلعبوش. اللهم صل على النبي. السعر اللي قام ماشي كام النهارده في الجاموس؟ 120. بما يرضي الله بما يرضي الله. عامل كام العجل ده؟ بال 57000. طب انت بتحلف والله بقى انت قصدك. انت اللي شاري وانت اضرب مالك وربنا يرزقك يا معلم. ادي العجل يا جماعه اللي بيتكلموا عنها. يعني بصراحه في اسعار ياما النهارده. ازيك يا دار؟ السلام عليكم. السعر اللي قام ماشي كام النهارده في الرياضيه؟ 120. 120 في اسعار كام؟ طول ما العلف بيغلى طول ما في اسعار. عامل كام العجله مع حضرتك زغل؟ 45000. ربنا يرزق كل من كان. طبعا اللي مكون البيع يمشي في السوق طول ما في سعر. والعلف هو اللي بيحكم السوق. العلف هو اللي مولع الدنيا. ربنا يستر ويهون على الاسعار. بنحاول لكم كل حاجه على الطبيعه من السوق. ربنا يسترها. عجل لحم اللهم صل على النبي يعدي 60000. اه بيستريح شويه في سوق شبين الكوه. السعر القايم يا جماعه في الجاموس النهارده على كلام التجار عامل 120 والبقر عامل 135. ربنا يهون على الاسعار. رقم العجل ده يا معلم للمريح ده
بيستريح يعني 60 اه لا ما فيش 55 يعني من 55 ل 60 والبقر ده يعني حوالي برضه 56 بس هو يلعب في 400 وي اه فيش في 400 من 400 ل 450 في الوقت في الحدود دي في اسعار ياما في اسعار ياما العلف طول ما العلف غالي كل ما في اسعار حضرتك تري ولا تاجر ولا جاي تنزل تتفرج جاي تتفرج طبعا تلاقي السوق خفيف كده تعرف ان الجو مشعل النار في الاسعار السوق فاضي على حسب الاكل بقى والعلف برضو ايوه غالي تعالى تعالى خير تاجر ولا مربي تاجر يا عم تاجر ايه اللي لك في السوق النهارده كده السوق فاضي كده ليه 140 القايه في البقر طب والجاموس كشف 330 305 لا الجاموس بكام النهارده قايم 325 بقول لك القايم بكام هنا ب 125 ب 120 التجار بتقول ب 120 125 التجار بتقول ب 120 اه ربنا يسترها والله العظيم الاسعار دي مفيش بهايم في السوق مفيش بهايم مفيش بهايم والعلف غالي كل اللي عنده حاجه قافلها على العيد ايه ربنا يسترها يا جماعه ربنا يسترها والله ربنا يهون على الغلاء وده وضع السوق ربنا يسترها السلام عليكم يا معلم عامل كام العجل ده بالصلاه على النبي يا معلم شاري شاري بكام بقى 41 ونص 41 ونص شاري كده ممارسه مش ميزان في اسعار هنا اه يا جماعه كلام الراجل اه ربنا يسترها ويهون علينا على الغلابه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللي فوق ده الراجل شاري العجل ده 41500 جنيه في سوق شبين الكوم بتاريخ 4/5/2023 ها؟ صور يا عم ماهر بكام الثلاثة دمك يا عم ماهر؟ بكام الثلاثة دم؟ بقول لك السعر القايم النهارده عامل 135 بجد في سوق شبين يا جماعة السعر القايم النهارده عامل 135 لحد 140 والجاموس بيقول 120 ربنا يهون كام يا معلم؟ نعم شارب كام؟ شارب كام يا حاج؟ نعم شارب كام بالصلاة على النبي؟ 26 26,000 الله يرزقك سوق شبين بتاريخ 4/5/2023 شاريهم بكام الثلاثة دول يا معلم؟ دول؟ اه يعني واحد 17 في بعض 17 في بعض؟ الله يرزقك سوق شبين بتاريخ 4/5/2023 يا معلم نعم شارب كام؟ 44 44,000 الله يرزقك في سوق شبين بتاريخ 4/5/2023 اسعار ياما شارين بكام يا معلم؟ ب 75 ب 75,000 الله يرزقك في سوق شبين بتاريخ 4/5/2023 جاموس اول ده بالصلاة على النبي خارجة من سوق السوق شبين الكوم بالصلاة على النبي ربنا يحمي المال لاصحابه والده ثلاث اربع مرات